مواضيع. اهم شيء تسويه عشان يعني شوف الاعمار بيد الله، ولكن في اشياء يعني تساعد على ان تطول بعمرك. تدفق الدم، شنو صار في تدفق الدم؟ الحين اقول لك شنو اقصد بتدفق الدم. ركز معي، شوف الحين تخيلها معي، هذا عضو اوكي، في 5 خلايا. وانت صغير كان تدفق الدم عندك لان انت تمشي وتسوي رياضة وتتحرك، تدفق الدم يقضي 5 خلايا. انا قاعد اختصر لك اشياء بسيطة عشان بس تستوعب الفكرة. لما تكبر تقل حركتك، بعدين تدفق الدم مو قوي فيقضي خليتين 3. مع الكبر ما تحرك، يقوم ضخ الدم يقضي خليتين. زين باقي الخلايا شو يصير فيهم؟ يموتون. فهني يبتدي العجز وتبتدي الاعضاء تنهار وتنهدم. شو اللي بنسوي؟ طول ما الخلايا هذه موجوده انا بعطيها تدفق دم قوي. تكفى سوي رياضه، تكفى الله يخليك. يعني مثلا لو يبقى واحد يدخن ويشرب اشياء مو زينه واكله مو صحي ويسوي رياضه، اموره طيبه، بس نتمنى انه ما يسوي باقي الاشياء. خلني بواحد اكله صحي وما يسوي رياضه، تلقى هذاك ونفس ما ذكرت، خلني بشخص اكله صحي مزاجه زين اموره طيبه وما يسوي رياضه، تلقاه يعجز بسرعه، وعمر هذاك بخربوطه اللي يسوي رياضه عمره يطول اكثر. يا جماعه شوفوا، الله سبحانه وتعالى مخلي عندنا قلب، حلو. القلب هذا فيه لبدب. يعني شنو لبدب؟ يعني فيه انقباض وانبساط. انبساط ياخذ الدم من الرئه والاكسجين، الانقباض هذا المهم، الانقباض هذا هو اللي يوصل الدم بكفاءه حق جميع الاعضاء، عرفتوا؟ بعض الاشخاص ليش ضغطه يرتفع مره واحده؟ لان في عضو يبي دم مو محصل دم. فشنو يسوي القلب؟ على طول يزيد ضغطه. ليش؟ عشان يوصل دم. ليش قاعد تعب القلب؟ فلما انت تسوي رياضه قاعد تقول حق القلب لا تضخ دم وايد، لا تتعب نفسك، ترى الامور زينه والدم منتشر بكل الخلايا، القلب راح يريح. يعني لا تستهلكه. فالله يخليك مرن عضله القلب لو بالاسبوع مرتين، يبقى 3 مرات، يبقى مره واحده تكفى. اركض يا جماعه، انا ما احب شيء اسمه فلتر اللي يغير الوي وهذا، ولكن مضطر استخدم هذا الفلتر بس كلون مو مغير ملامحي. ليش؟ لان انا عندي بروفايل ومسحته بالغلط، كان بروفايلي صانع محتوى، يعني يطلع بقائمه اكتشف بالاكسبلورر داخل، فمسحته فما ردوني، فراسلتهم قلت لهم ليش؟ انا كنت زين، كنت اطلع حق الناس يعني قائمه اكتشف. كان يقولون لازم تستخدم العدسات ولازم تستخدم منصه الاضواء، لازم تستخدمهم كلهم عشان احنا نرجعك، فانا مجبور اني استخدم الفلتر. هذا الفيديو خاص حق الناس اللي تسوي رياضه بالمجمعات. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه، لبست جوتيج، لبست ملابس رياضه وقاعد تتمشى. انت عبالك قاعد تسوي رياضه، قاعد تمشي لي مثلا من الساعه 4 للساعه 7، هذه مو رياضه، انت قاعد تمشى. ترى كل الناس قاعد يتمشون نفسك، ولكن انت شو الفرق؟ جوتيك وحاط النيه ان هذه رياضه. لا، متى تستفيد من الرياضه؟ حالة واحدة، لما تشوف دقات قلبك زادت. يعني شنو؟ يعني في احتراق، في بيوت الطاقة قاعد تحرق أكثر، هني رياضة، جسمك قاعد يعرق شوية، هذه رياضة. تكفى، لا تضيع وقتك على خالي بلاش. وحتى وايد نشوفهم بالممشى قاعد يتمشى كل يوم وهذا جسمه ما تغير فيه شيء. سو مجهود. زين متى تقول حق نفسك إن هذه رياضة؟ من تمشي، من تحس دقات قلبك زادت، هني بلش ساعتك مالت الرياضة. قلبك ما زادت دقاته وما عرقت، ترى هذه مو رياضه. سرع خطواتك شويه، اركض شويه، اذا بمجمع كبر خطواتك. في شيء مهم ضروري تعرفه، خصوصا الناس اللي تسوي رياضه بالمجمعات. شوف الحين انت قاعد تمشي 3 ساعات، اوكي؟ هذه مفاصلك، قاعد تسوي احتكاك بجميع مفاصلك. الاحتكاك هذا شنو يولد؟ يولد التهاب، بعدها تي اشاره عند المخ، ترى في احتكاك هني، هني الجسم يدز فيتامينات معادن ويدز دم واكسجين. ركز معي. الحين انت سويت ساعة ساعتين خلصت، والله عوار، ويمكن يزيد عندك التهاب وتبي تحط ثلج او تبي تحط كمادات حارة. ليش كذي قاعد يصير؟ شوف، اثناء انت ما قاعد تسوي احتكاك لازم تجي كمية دم تقوم تعالج هذا الالتهاب. يعني شو اللي ابي منك؟ لا تتمشى، سرع خطواتك. ليش؟ عشان يزيد ضخ القلب، يضخ دم يوصل حق كل الاماكن اللي فيها التهاب. يعني بدال لا امشي شوي دم شويه، لا ابي دم وايد. اساس كذي اكثر الاشخاص يخلص مشي يحس الم ظهره، الم مفاصله. ليش؟ لانه قاعد يتمشى، قاعد يسوي مجهود ولود على مفاصله. اللي ابي منك سرع خطواتك،